قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب. الشيخ أبو إسحاق الحويني العالم اللي أنا بعتز به شخصيا جدا، وأنا مش بهاجمه الحقيقة، لكن بقول الكلام اللي هو قاله. بيتكلم على إن إحنا عشان نحل أزمتنا الاقتصادية لازم نغزو العالم، يعني كل ما نتزنق نخش ناخد العراق مثلا، أو بلاش العراق، نخش ناخد السويد، نخش ناخد سويسرا، نخش ناخد ألمانيا، نخش ناخد انجلترا كده، يعني عشان خاطر ده غزو، وده بيعتبره هو جهاد، وكأن لا توجد مواثيق دولية ولا عقود دولية ولا حاجات دولية ولا أي حاجة خالص. يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني عايزنا نعمل زي إسرائيل. أمايل الشيخ أبو إسحاق يقول حل أزمة الاقتصاد في بلاد المسلمين إن إحنا نعيد الجواري والإماء. طب أنا قلت كده؟ إنه مثل هذه الأشياء أو التيار الذي نختلف معه ونراه تيار خطر على الأمة، إحنا نراه كده، هل لا نستضيفه ولا نتحدث معه؟ أم نستضيفه ونناقشه ونتحدث معه؟ وأرى أن هذا التيار ضد البلد ولن يقدم شيء حقيقي للبلد، بل ربما من وجهة نظرنا إحنا، من وجهة نظر تيار آخر، أن هذا التيار هيؤخر البلد كثيرا ويوديها في داهية. في الوقت نفسه أن في ضحايا بيسمعوا له، الضحايا دول هل من حقنا ان احنا ننورهم ونبصرهم؟ طبعا. هل من حقنا او من واجب علينا ان احنا نقف بدورهم؟ انا كان كلامي مغاير لهذا تمام المغايرة. انا لما اكون في هذه المحاضرة انذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس الى الاسلام، انما كنت اتكلم عن باب اسمه باب الجهاد وما يترتب عليه من الاثار الفقهية المتعلقة باحكام الله. أنا علشان أملأ خزائني كمصر بلد على حافة الإفلاس زي ما بيقولوا في الجرايد والكلام ده، بدل ما أقول للناس اشتغلوا وانتجوا، لا، أقول لهم روح احتلوا بلاد الناس واستعبدوهم وخدوهم وانصبوا سوق الجواري. طب هل أنا قلت كده؟ هل خطر ببالي أن أقول عشان أملأ خزائني أعمل الحدوتة دي؟ طب أنا لو أردت أن أدعو الناس إلى الإسلام اليوم وأنا قادر فعلاً الآن، خليني دولة عظمى وكل الدول مرعوبة مني وبتخاف مني وأقدر أخد أي بلد، وجم قالوا لي إن البلد الفلانية نريد أن ندخل الإسلام فيها، ليس هناك عالم قط يقول له جيش الجيوش يدخل عليهم ولا 60 في 70 دول، إنما الأول نبعت له الإسلام ومحاسن الإسلام واسمحوا لنا أن احنا ندخل علماءنا عندكم علشان يدعو إلى الله عز وجل، ونقول للملك اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العراق، ونبعت ويبقى عندنا حاجة ما يسمى في عرف الناس اليوم بالدبلوماسية، نبعت عندنا خطوط دبلوماسية وبنطول النفس معاهم وناخد وندي، لأن منهم رجع وأنه ممكن يجوا معانا نطول نفسنا معاهم كمان علشان يعرفوا ان الاسلام دين محاسن كله مش استيلاء والكلام ده. لكن وجدنا ان كل الطرق مسدوده، عندنا مثل بيقول اخر الطب الكي، خلاص وصلنا لاخر، خلاص بيقول الكي بقى، وهو ايه؟ وهو القتال، ان انا اقاتل حتى انشر دين الله في الارض، مش عشان احتل الناس ولا اخد خيراتها ولا اخد بترولها للكلام ده. وامريكا النهارده بتعمل ايه في العالم؟ ما عمالة تحتل وتسترق الدول مش الأفراد، تسترق دولاً بأكملها عشان تاخد خيراتها وتنهبها عين عينك، وما عادش حد لا بيختشي ولا في حياة ولا وقار، لأن هو هيختشي من مين؟ أنت رجل ضعيف ولا تملك الأمر لنفسك شيئاً، لقمة الخبز أنت لا تملكها، المخابز بتكون على حافة الإفلاس من الدقيق ولسه القمح بيشحن من عندهم عشان تبقى خلاص روحك ممسوكة من هنا. فلما يكون واحد عارف ان احنا عاجزين عن جهاد الدفع، حتى الان لو جاء العدو عشان يدخل يحتل بلدك ممكن يحتلها بسهوله، ده اسمه جهاد الدفع اللي ما فيش حد مختلف عليه، دفع عن ارضه ودفع عن عرضه ودفع عن ماله والكلام ده، كل الدنيا تقر هذا النوع من الجهاد او من القتال او من الدفع عموما. فانا لما اكون انا في وضع لا يسمح لي بجهاد الدفع، اهو ما اقول لك تعالى نعمل جهاد الطلب؟ لم يعد أمامنا إلا شيء واحد، وأنا الحقيقة أوصي المجلس العسكري وأوصي رئيس الوزراء بهذا،
وهو ده الحل الوحيد الآن بالنسبة لنا في مصر، اللي هو ممكن يرفع جدا من إيراد الدولة، ألا وهو جباية الزكاة. فأنا كنت بتكلم عن معلومة مش عن تطبيق المعلومة. هناك فرق بين صحة المعلومة وتطبيقها. أنا لم أتعرض في هذا الدرس ولا في غيره إلى تطبيق المعلومة. ليه؟ لأن تطبيق المعلومة أمر لا يخصني، ده يخص القيادة العليا اللي هي بترفع راية الجهاد، واللي هي بتحط القوانين، والتي تجيش الجيوش. فأنا بتكلم عن صحة معلومة مش عن تطبيق معلومة. هم نقلوا القصة واتهموني إن أنا بطبق المعلومة، مش إذا أنا بقول معلومة. يوم يأتي بهذا ويستلها من السياق وهو لا يدري هذا المسكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أو إن الرجل لا يقول لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ. لما نشر هذا الكلام في الجرائد والمجلات والكلام ده، مش الناس شتمونا؟ هذا جعل عرضي وعرض غيري لقمة سائغة في أفواه الناس. اللي شتم هيقف عريان قدام ربنا ليس بينه وبينه ترجمان، والذي أغراه بالشتم سيقف أيضا عاريا بين يدي الله ليس بينه وبينه ترجمان. أنا هأخذ من حسناتهم أو يأخذ من سيئاتي. المسألة مش لعبة ولا المسألة خفيفة. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، ودي مش مثقال ذرة، ده تسد عين الشمس. كلام اللي بيعملوه يسد عين الشمس. فأنا بقول لكل إنسان علق أو شتم أو الكلام ده هو، يوم تقف بين يدي الله عاريا اوعى تظن ان الكلمة اللي انت قلتها وانت حاطط رجل على رجل وقدامك كوباية شاي والكلام ده وعمال تكتب براحتك ان هذا سيمر. لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.